السلام عليكم. من كام يوم كده كلنا سمعنا الخبر على وفاة أحمد عادل وأحمد قشطة. حاجة طبعا يعني زعلتنا كلنا، حتى لو ما كانش يعرف أحمد كويس زعل يعني. آخر مرة كنت شوفته كانت في الصيف اللي فات، كنا في استاد الإسماعيلي، متهيألي كنت بتفرج على إسماعيلي وشبيبة القبائل، وأنا بتدور كده في الاستاد بصيت لقيته، رحت سلمت عليه وكده وقعدنا نتكلم تعمل ايه وكنت متخيل أنا يعني إن شاء الله هشوفه كمان الأجازة الجاية دي إن شاء الله. قلت بقى هيخلصوا كل ما هيخلص تالتة ثانوي كله هيبقى فاضي إن شاء الله، وهنسافر ونروح هنا وهناك وكده، لكن للأسف يعني الواحد يعني الواحد ما عرفش إمتى هيموت، إزاي هيموت، وفين هيموت. الواحد لازم، للأسف لازم يعني، مش للأسف، هو لازم نكون دايما جاهزين إن احنا نموت في أي وقت. لازم تكون دايما مصلي، تكون قاري قرآن، يعني ما تكونش مفوت أي حاجة، لأنك ممكن تموت في أي وقت أنت مش متخيل أصلا. ممكن أنا دلوقتي وأنا بعمل الفيديو ده ممكن أقع في الأرض أموت يعني، ما فلازم تكون جاهزين. أنت حتى لما بتكون جاهز إنك يعني أنت مثلا تخرج مثلا، يعني شوف مثلا تكون تخرج مثلا وأنت مصلي مثلا، وما تكون ما يعني ما تكونش خايف، بتكون مستريح يعني، حتى لو حصل لي حادثة بتاع، يعني انا مصلي الحمد لله وانا جاهز اللي انا اقابل ربنا سبحانه وتعالى. ليه ما نكونش كلنا جاهزين ان احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا يعني وفاة احمد دي يعني خلت ناس كتيرة قدنا يعني تبدأ تفكر في الموضوع ده. احنا صغيرين، المشكلة احنا اي حاجة يا عمي، ده لما يكون بقى عندي 60 سنة ببدأ أفكر بقى في الصلاة. وإحنا ده إحنا بص عندنا كده، إحنا عندنا 18 سنة يا راجل، ده إحنا لسه صغيرين، ما المفروض ما نفكرش في الحاجات دي. لكن للأسف الحاجات دي بتحصل في أي وقت، أنت إحنا ما نعرفش إمتى يعني. فلازم نكون يعني لازم نكون جاهزين على طول يعني. أنا متخيل طبعا الألم اللي فيه طبعا عيلته وأقرب صحابه ليه، حاجة يعني حاجة فعلا صعبة إنك تخسر شخص قريب منك. أنا يعني ما متخيلش بصراحة أنا أخسر شخص قريب مني كده بصراحة، ما يعني صعب بصراحة، صعب. ربنا يسبهم كلهم والله، وربنا يرحمه إن شاء الله، وارحم احمد برضو قشطة ان شاء الله باذن الله. فدي يعني تعتبر برضو يعني عبرة وعظة لينا احنا اللي في نفس سنه وكده، احنا ما ننفضش بقى للصلاة. صدقوني انا ما ساعات ما بصليش ما بقى يعني، لكن الحاجات دي هي الحاجات اللي بتخليك تفكر لا لازم اصلي، لا لازم أقرأ قرآن كل يوم مثلا، مش عارف، حتى ايتين كل يوم. مش هي دي المشكلة يعني، مش ايتين كل يوم مش مشكلة يعني، مش يعني كله بسم الله ما شاء الله دلوقتي اللي معاه الايفون ولا معاه كله معاه يعني سمارت فونز وكده، يعني ممكن تنزل اب على موبايلك بتاعت القرآن وانت مش حاطه في طريق تقرأ قرآن شوية يعني، مش حاجة يعني صعبة يعني. فبس يعني احنا ناخدها برضو ك يعني كعبرة، اللي احنا ممكن نموت في اي وقت. انا طبعا مش قصدي يعني، ما حدش يفهم اللي انا قصدي ان احمد يعني ما كانش بيصلي، مش قصدي كده خالص، ما لهاش اي دعوة. وانا بصراحة ما اعرفش احمد بيصلي ولا لا، ولا احمد، انا بقول لينا احنا بنشوف اللي بيحصل حوالينا وبعدين بنعمل زي ادابتيشن لينا احنا، نشوف اللي يعني احنا بنصلي. انا مثلا واحد يعني ساعات بصراحة
يعني ساعات بفوت صلاة، زي يعني زي ناس برضو كتير مننا ساعات بفوت صلاة، وعارف عارف ان هو غلط، بس ما بتفكرش فيه. وعمرك ما تتخيل انك وانت خارج حتى ممكن تنزل تكون مثلا بتجيب من تحت البيت، بس مش عارف معرفش حاجة ساقعة، حتى أي حاجة، وانت على السلم تتكعبل، بس كعبلة ممكن مش عارف تبقى قد كده، كعبلك تقع خلاص رحت مفيش حاجة. ف يا جدعان لازم يكون جاهزين، وانا بتكلم ليكو يعني، واول شخصية انا بكلمها يعني انا يعني بكلم نفسي يعني، لازم لازم كل واحد فعلا يكون جاهز ان هو يقابل ربنا سبحانه وتعالى. يعني تخيل انت مثلا، يعني في قصة سمعت عنها، ان ناس في سويسرا في ديسكو مسلمين يعني بيرقصوا بنات وكل حاجة، وفجأة الديسكو ده ولع يعني، كلهم ماتوا محرومين. عارفين ايه اللي حصل بقى؟ صحابهم، كان في صحابهم كان هيروح معاهم، بس مش يعني في الاخر حصل مشاكل فما راحوش، بس كان هيروح معاهم. هما دول في الاخر اللي غسلوهم، هما دول عملوهم الغسل في الاخر. تخيل انت بتعمل غسل لواحد صاحبك اتحرق في ديسكو وانت كنت هتبقى معاه، يعني هي دي اللحظات اللي انت بتفكر فيها، تقول يعني انا كل ده كنت بعمل ايه؟ يعني كنت بعمل حاجه كل ده؟ كنت بصلي كل ده؟ وممكن في لحظه انا مش متخيل ان انا اموت فيها اصلا، لان الموت ده يعني بعيد عن دماغنا خالص، يعني احنا ما بنفكرش. يعني انت مثلا وانت نازل ولا بتفكر في الموت، وانت قاعد ولا بتفكر يعني، ما وهي هو بيجي فجاه، حد ما يعرفش يعني ازاي هيموت وفين هيموت، ما حدش عارف. فاحنا يعني حتى يعني نسأل ربنا ان شاء الله يساعدنا، يعني ان احنا نكون دايما جاهزين، نكون دايما مستعدين للموت، وان هو يعني يقبض ارواحنا ان شاء الله يعني، واحنا جاهزين، واحنا يعني طايعينه، واحنا مصلين، واحنا قارئين القرآن، مش واحنا مش عارف، واحنا بن في ديسكو، او احنا واحد قاعد على النت مش عارف يتفرج على افلام مش تمام وكده. لان يعني في برضو الولد اللي هو كان مش عارف، كان اهله خرجوا من البيت وهو يعني قفل على عليه الاوضه، ودخل على يعني موقع اباحي، وقعد يتفرج مش عارف ايه. من بعد شويه يعني رجعوا اهله كده، قعد يخبطوا على الباب بتاع الاوضه ما حدش بيرد، فكسروا الباب لقوه يعني عريان ونايم في الارض ميت. فانت يعني حتى انت ممكن تكون قاعد على النت ومش متخيل، يعني ممكن تكون ضايع وقت حتى على النت وانت مش متخيل انك هتموت. يعني لازم قبل ما نعمل اي حاجه نفكر، لان ما فيش حد يقول لك الحق انت هتموت مش عارف كمان، انت هتموت ما حدش يعرف، ممكن تموت وانت بتعمل اي حاجه. فنحاول دايما نبتعد عن الحاجات دي، يعني لازم نبعد عن الحاجات دي، ونموت ان شاء الله احنا جاهزين، واحنا مستعدين ان شاء الله للموت، وان احنا نقابل ربنا ان شاء الله، واحنا مش مكسوفين، واحنا مش شكلنا وحش. يعني تخيلوا احنا نقابل ربنا وانت اخر حاجه بتعملها كانت بترقص بتتفرج على افلام بتاع، يعني مش حاجه حلوه يعني خالص ان احنا نبقى قدام ربنا بيها خالص يعني. فانا يعني مش عارف يعني نقسم ربنا ان شاء الله الفيديو ده يساعد ناس كتيره على يعني على فهم الموضوع ده، لأنها فعلا يعني حاجة احنا ما نفكرش فيها، بس للأسف حاجات يعني حاجة بتحصل. ولا انت بس تاخد بالك دايما، لما الواحد بياخد باله بس لما يحصل لحد قريب منه حاجة، او حاجة تحصل لك انت بس ساعتها بس اللي بتنتبه او بتاخد بالك. لازم نتعلم من الحاجات دي يعني، ونكون جاهزين. بس شكرا، انا حاسس ان انا
ورخمت عليكم بالفيديو ده، معلش. ويعني ان شاء الله كمان يعني حوالي شهر ان شاء الله كده اكون في مصر ان شاء الله، وان شاء الله اشوفكم باذن الله كلكم. السلام عليكم.